أنا من مدينة حمص، اسمي شفيق محمد علي السباعي. كان عندي محل أقمشة بسوق التجار بحمص وماشي حالنا. تهجرنا على الريف الشمالي غصب عننا، تهجرنا أنا وعائلتي وولادي. اجينا له عمرت غرفة سقفة خشب لف ماشي الحالة نستر فيها. بعد فترة ما تمينا شي قاعدين اجانا صاروخ، هالصاروخ روحنا خالص. انا وصلت للموت، ايدي صارت عاجزي، راسي بكت شظايا، مرتي انشق بطنه، بنتي استشهدت اول بوال، ابني صابوا شظايا بالميدانة، اسعفونا على الميدانة. هذا اللي صار. بعد اسعفونا على الرازي بحمص الي ولا مرتي. بنتي هون استشهدت ابروها، مرتي استشهدت بالمشفى، وانا خرجوني. بعد ما خرجوني سويت لحالي. ما تستشهد بنتي ومرتي بثلاث شهور، جعنا مر علينا جوع قاسي، وعندي هالطفلة بنتي الله يرحمها، وعندي حرمتي حريمي. احترت شو بدي ساوي، لقيت جيفي فاصة طلع شي ساعتين نعجي، الجيران كبوها. اخذت هالجيفي لعندي محل ما كنت ساكن، شقيت بطنه وطالعت المعلاه، قليته قلي واكلناه. بدنا نقيت بطننا، احترت شو بدي ساوي، لمين بدي اشكي، لمين بدي اقول انه بدنا ناكل، استحيت. تاني نهار احترنا شو بدنا ناكل، شقفه خبزي ما في، صرنا نقطف وراء الشجر التوت وناكله من ألمنا من جوعنا. ما حد يلتفت علينا يا اخي، وقت اللي يصير معي حق ربطة خبز نروح ناكل خبز حاف، ما في شيء نطبخه، حبة زيتون ما في. قضينا عمرنا هيك ليوم اللي اجتنا هالضربة كفت علينا، روحت لي عائلتي وروحت لي الأول بالآخر، ما تم عندي حدا، وهذا اللي صار فينا.